على هذا سد القول والحبر سجل القول فيه الرثاء والدمع في الخد سالة المشؤوم خلى الشال من فوق يشتل والشعر سنبن من علم جاف اتصالة يوم الاثنين كنا الكون من حول يختل الفاجعة من صلى الجوف جاتنا في عجالة قصيدة كلمات الشاعر صدام حسين مرشد رثاء بعد الشهيد المقبول بإذن الله عايش محمد رعدل الذي استهدف طيران العدو في منطقة الجوف قبيلة خولان بلاد أسناف كرية المصنع يلحنها فايز أبو شمس الكليبي ويعزف هاند عبد فرحان وأيقى حازية فرحان مع تحيات تسجيلات الفايز تمام اسمك العبد بسمال واتكلبك وسمابك في أول ما قاله يا كريم العطايا من على العرش معتال ما لي أحد سواك أرجوه وامسك حباله اغفر الذنب سامح من بقبره تقبل غافر الذنب وزالت يا ذو الجلالة سامح من بقبره تقبل غافر الذنب وزالت يا ذو الجلالة أحمدك عد ما سبح وكبر وهلال واشكرك عد ما صلوا على أحمد وآله بعد هالهادي سدال قول والحبر سجال قول فيها الرثا والدمع في الخد سالة سجال قول فيها الرثا والدمع في الخد سالة علمي مشحوم خلى الشال من فوق يشتال والشعر سنبن من علم جاء في اتصالة يوم الاثنين كنا الكون من حولي اختال فاجعة من صلى الجوف جاتنا في عجالة استهدفه طيار غازي ومحتال كان هو يطلب الله رزق طالب حلاله قلت كيف الباري في الشعب يا ناس يقتال للأسف يا عرب وأيش هذه الفسالة بعد الأصحاب صدام صار من العيش قد مال ضاق صدره ونار القلب زاد اشتعاله كان لي مثل أخي صاحب على الرأس يحمال كان نشمي وما بش في القبائل مثاله كان لي مثل أخي صاحب على الرأس يحمال كان نشمي وما بش في القبائل مثاله عايش أصبح شهيد من ظهر بقعة رحال فارق البيت والدنيا وفلت عياله حزنة المصنع والحزن فيها تنقل والأسى والحزن قاد حل فيها احتلاله المصنع والحزن
فيها تنقل والأسى والحزن قاد حل فيها احتلاله حني قلبي على عايش حنين المعدل مثل ما حني تشكى وقت حن ارتحاله والختام الصلاة ما الطير في الجو يشتال للنبي المصطفى طه محمد وآله. للتواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 7216940900 أو 7111150490.